حبيباتي كي راكم دايرين نسبه لكم كاع يا اخواتاتي، مرحبا بكم في القناه فلوق حنان ماجد اون فرانس. حبيباتي مرحبا بكم كاع اللي دخلتوا جد، نرحب كاع بلي زابوني جد بلي زابوني قدم واللي وقف معايا واللي مدعميني. البنات اليوم الفيديو تاعنا غادي ندير شويه مقروض، ماشي انا لا في خاطري والله ما انا. البارح ماجد كان صباح البارح في الليل قالها لي والصباح راه خدم، هي قلت والله ندير لها في ندير لها في خاطره ندير لها ندير لها كونتيتي صغيره، هذا مكان وصفه اقتصاديه ما يبات ما والو، تعليه ليه في نهاره نخدمه. وبنات بغيت نوريكم تاني، بغيت نقول لكم باللي اليوم غسلت وجهي، ماشي غسلته غسلت وجهي، واه بصح الماسك اللي درته درت غوماج تاع نتروجين البنات تاع اكسيون، ويا ودرت واحد العفسه وخرج لي قطيب في وجهي. شادت راكم تشوفوا البنات، درت هذا هذا البنات هذا من اكسيون، درته البنات في وجهي، قوميت كاع به وجهي وخليته 15 دقيقه في وجهي، خليته 15 دقيقه في وجهي البنات. شوفوا شوفوا كي حسيت به، ومن بعد طلع الشيك خام للترطيب وصاي. هذا ماني دايره له البنات والو، بصح عجبني النتيجه تاعه شابه بزاف. راه في اكسيون البنات يدور 2 اورو ولا 1.95، والله ماني حاسش عشيته، بصح مام با 2 اورو. ديريه في وجهك هاكا قومي كاع وجهك بيه، من بعد خليه في وجهك 15 مينوت، تحسي ديك البيوضيه كاع راحت لك كاع شربت في وجهك، من بعد قعدي ديري هاكا وغسلي وجهك وردي لي الخبر ان شاء الله وتشوفي النتيجه. كيما راكم تشوفوا البنات بزاف تاع البنات يقول لي ام هيثم وجهك شاكي ديت له، والله ماني دايره والو وراني كاميري بالتليفون عادي. المهم البنات كيما قلت لكم راني موجده صراحه المقروض وغادي نتقاسم معاكم، بيسك اليوم البنات الحاله راها نوخيت نسمع دوك ندور لكم الكاميرا تشوفوا. انا البنات شوفوا انه شوفوا الحال كي راه داير، ايا مع ما جيت خدم قلت والله غير اليوم نروح ندير لها شويه مقروض. البارح كنا نتفرجوا في اليوتيوب كي نتفرج يا بان له المقروض، يا قال لي عندك راه يغير، ايا قلت والله غير نديره له، سبحان الله الواحد ثاني مني شهر نورمال. شوفوا النواوي كي راها تصب يعني ما شاء الله، شوفوا لي قلت تاع ولادي البنات غير حدايا، هذا هو لي قلت تاع بناتي تاع ولادي قلت بناتي يا بلادي. المهم ربي يخليهم لي دوك البنات نتلاقوا معكم باش نديروا المقروض تاعنا. وانا البنات كما راكم تشوفوا غادي نوريكم المقادير، هنا خديت السمن تاع المدينه البنات كما راكم تشوفوا، ديت منه غير ربع تاعه، وهنايا نحتاج السميد موايا كما راكم تشوفوا المتوسط، ماشي الغلي تاع الخله ماشي الغلي تاع الشاميه لا تاع المقرود. وهنايا ديت نص كاس تاع السمن يعني تقريبا فوق نص الكاس، وحتاجيت هنا زوج تاع لافاني وزوج مغارف تاع بياض البيض البنات. وي مدام زوج مغارف تاع بياض البيض ما تقوليش غادي يطلق الريحه نو حبيبتي، كنت متاكده باش ما يتفتتلكش. وهنايا خديت ثلاثه كيسان كبار كيما هكا بومبي تاع السميد، ما يكونوش ممسوحين لا يكونوا بومبي البنات كيما راكم تشوفوا. هنا تبغوا ديروا بالغرفيه تبغوا ديروا بالكاس، انا كما قلت لكم درت غير كميه غير شويه على حسابنا باسكو ما غاديش يقعد حتى رمضان، لا كي قرب رمضان ثاني نعاود ندير شويه. وهنا البنات درت زوج فاني كيما راكم تشوفوا باش ما تقعدناش ريحه تاع البيض وتجيب لنا شابه في المقروض. وهذه هي الطريقه تاع المحلات الكبار اللي يخدموا المقروض البنات، صدقوني عن تجربه، وكيما نقولوا نعطيها لكم ونتحاسب عليها يوم القيامه الى وصفه ماشي ناجحه 100%. وهنا البنات كيما تشوفوا درت لافاني ودرت الملح ودرت زوج مغارف تاع دخلتهم مليح في السميد ودرت زوج مغارف تاع بياض البيض كيما راكم تشوفوا. هنايا الكاس معمر تاع السمن ناقص منه جوج صباع البنات، وعمرت الكميه الاخرى زدتها زيت، تما درت السمن ودرت الزيت هكا باش نتحصلوا على المقروض تاعنا الطري ونتحصلوا عليه البنات شغل نبسس مليح. وهنا كيما راكم تشوفوا من بعد ما خلط البيض مع السمن ولي معني مع الكاس تاع ليدام غادي نبقى نبسس فيه مليح كيما راكم تشوفوا، بيسك البنات المقروض عندها طرق بزاف. وهو المقروض على بالكم باللي شغل كي تسمعي كيما المقروض كان يجيهم ديفيسيل يقول لك ما ينجح ليش يتفتت لي ما يخرج ليش. البنات لا المقروض بكري كانوا الناس تشربه يقعد بالنهار ب 48 ساعه هو يشرب تاع بكري اللي كانوا يديروا، بصح دروك البنات لا دروك كيما هنايا انا في وقت السرعه انا نديرو تاع تم تم ويجي ما شاء الله. هنا البنات الكاس اللي عبرت به ليدي نعبر به الماء، درت الكاس تاع الماء كيب معمر ودرت نصه الماء تاع الزهر، تسمى كيما نقولوا هنا الكاس مقلوعه منه جوج تاع الصباع ونعمره بالماء تاع الزهر وخلطتهم كيما راكم تشوفوا. هنايا كي راني نبسس فيه البنات بالماء ما درتش كاع الكاس تاع الماء، درت غير نصه، النص الاول نديره في الدفعه الاولى هذه نقعد نخلط بهكا غير بصباعي كي شغل الشاميه، نحسه باللي البنات تقال ونحسه طلق هذيك الماده تاعه
طلع ما بكيت ما دايره الكولا هذيك الماده تاعه، نحسها هكا تقال، دوك نديرها على جنب كيما هكا البنات ونخليه يرتاح، نغطيه بالسربيزه ونخليه يرتاح حتى يتشرب كاع داك الماء. وهنا غادي ندير هذا التمر البنات. هذا التمر البنات ما فيهش العلفه، بصح انا مضاري نديره ما فيهش العلفه، بصح اليوم قلت ثاني نسيه باسكو واحد النهار درت الطلبيه تاع المقرود لوحده جارتي، ومداري نديرها في المبسس ولا نديرها هكا في الرفيس ولا نديرها ما فيش، بصح انا ثاني قلت اون سي جامي باش كاش ما نقع الفا ولا حليتها كيما راكم تشوفوا، فتت كاع ما لقيت فيه والو. هنا دخلته الميكرو طلقته 30 سكوند يحمى غير شويه، ومن بعد درت عليه قد مغرف صغيره تاع قرفه، ودرت شويه زبده، ودرت عليه الزنجلان البنات. هنا اللي عندها الكبابه دي الكبابه، انا ما عنديش كبابه البنات، وقعدت هكا شغل ندخل فيها مليح، ونزيد عليها قد بوشون ولا مغرف تاع ما زهر، ونقعد نعجن فيه كيما هكا البنات. من احسن في بلون طرافاي باسكو انا في الطبسي ولا في الاخر يقعد يغبلني. المهم هنا كيما راكم تشوفوا البنات زدت عليه تاني قد بوشون ولا قد مغرف واحده اخرى تاع ما زهر. شوفوا البنات كي تحصلت عليه. وهنا غادي ندير دي بوده البنات، هنا باش تعرفي باللي هذا العقده تاعك راها ناجحه، ما تكونش تتلصق لك في يدك وما تقطعش كي تبقى تلوي فيها كيما راكم تشوفوا البنات، ما راها لا تقطع لا والو. وما ديروهاش البنات رقيقه 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 رقيق، لا باش ديروا شويه غليظ باش يبان لكم في المقروض من الداخل، ماشي ديروا قطريه غير السميد وهذا كيديروه رقيق. وهنا الحشوه كاين يديرها باللوز البنات، هنا المقروض تاع بكري نديروه بالتمر. وهنا شوفوا لوطون البنات اللي خدمت التمر وكل شيء ومساحه البوطاجي، شوفوا البنات كي تشرب لي السميد داك الماء ورد ما زهر مع الماء، شوفوا كي تشرب البنات. ونجي نحله كي نفت له شغل كيما الطعام ولا كيما الشاميه البنات، نقعد نفتل فيه كيما هكا. كيما قلت لكم البنات هذا اكسبريس، هذه زعما تقعدكم طلبيه تجيكم طلبيه تم ديروا، سيرتو المراه تبغي تخدم على روحها في الدار، البنات الخدمه ما راهاش عيب. وهنا كيما راكم تشوفوا هذاك الكاس اللي ما كملتهش دوك عاود كملته، تسمى بوتنا درت نص كاس ودرك عاود كملت اللي بقى في الكاس هكا، درته ديريكت البنات كيما راكم تشوفوا وتنتحصل عليه. شوفوا البنات كي يجي ملموم. بكري كنا نديرو ديك تاع عمليه تاع تبسي وكل تجبدي غير بالحفنه وتشمخي وديري، درك لا البنات رانا في 2020 العالم مسرعه غمضي عينيك الحال بين تمتم كلشي ندير. هنا كيما راكم تشوفوا البنات حكمت العجينه قدمت لكم الكاميرا بسطتها مليح، هذه الطريقه الاولى اللي غادي نوريها لكم، بسطتها مليح مليح ودرت لها خط هكا غير كيك، وحطيت الحشوه تاعي وغادي نلمها. هنا البنات الطريقه تجيكم سهله، ما يبقى يتفتت لكم، ما يبقى يتشقق لكم، يتبرد الهضره الفات اللي عليه يتشقق لكم ما يبقاش يتشقق. هنا الاولى البنات شوفوا شغل درته كيما نقولوا كاري، بصح انا ماذا بيا البنات نوريكم الطريقه الاخرى، هذه درتها لكم الاولى تشوفوها، يعني شغل درته كيما الكاري، بصح انا بغيته يجيني بومبي البنات، ما بغيتش باسكو كاري راه شويه تاع بكري قديم، دوك راه يجي بومبي البنات ويجي فيه كي منقوش. انا البنات ما طبحتهاش بالطابع، انا نقشته وحدي بالنقاش، وتكون تشوفوا الطريقه كيفاش درتها. وهنا قطعتها بليكوبات البنات كيما راكم تشوفوا كيما هكا يعني، وما درتهاش كبير بزاف وما نديرهاش صغير ثاني، نديرها يعمر العين. وكيما قلت لكم شوفوا البنات انا ندوره شغل، شوفوا البنات نوريكم العمليه شغل عند الجناب تدوريه باش ما يقعدوش دوك الاطراف خارجين. وهنا نجيب هذا النقاش تاعي البنات ونقش انا العمليه، يعني النقش اللي انا راني باغيته، يعني الديكور اللي انا راني باغيته نديره. فوالا كيما راكم تشوفوا تبغوا ديروا، انا درت يعني درت عده اشكال، تبغوا ديروا هكا في العرض وديروا في الطول كيما هكا، تبغوا ديروا كيما بغيتوا ديروا الديكور ديروا. المهم البنات انا عطيتكم فكره، ومن بعد نتوما ديروا كيما راكم عارفين، رمضان راه جاي، عيد صغير راه جاي، والمقروض ولينا كي نسمعوا شغل نخافوا باش نخدموا. انا واحده من الناس ما كيما نقولوا ما عنديش حتى حاجه نخاف منها غير من ربي سبحانه وتعالى والموت، هذا ما كان اللي يسموها حاجه مستحيله. اما حتى حاجه البنات مستحيله، انا في فرنسا كنت نخدم هذه الطلبيه جارتي، واحد النهار خدمتها لها وجاو عندها كلاوه وعجبهم، وكان كل خطره تقولي، كنت نقولها بصح عمرني ما شاركت معكم باللي ندير طلبيات تاع المقروض، مي هذه الخطره ما فيها والو، علاش انا نقولها وسيختو ليها توهم هنايا وعجبها وشافت في فرنسا نديرها لاختي بلا كي نقولوا هنا بلا مقابل. قالت لك وحده حقنا يكون غير في الجنه وصاي، هذا ما كان حبيبتي. وكيما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه اللي انا نديرها، باسكو هذه الطريقه البنات تجي ساهله ويتفتت ويدوب في الفم غير وحده. المهم كيما راكم تشوفوا البنات هذه حليتها باسكو ما جايش ماشي فورم يا نيشان، سيرتو ديك تاع التواله،
وهنا كما راكم تشوفوا يعني ندير في الطول وندير في العرض. المهم البنات غادي نوريكم تاني حربوش الزاوج، باينه بلي كثرت عليكم الهضره. وهنا في الحربوش الزاوج البنات غادي ندير واحد الاهداءات للمشتركات، خلوهم لي في لي كومونتير قالوا لي حنا ندير لنا ديديكاس. كادير حلوش قالت لي ديديكاس لبناتي زينب ساميه ومروه، نقول لك ربي يخلي لك زينب ساميه ومروه ربي يحفظهم لك. نشكر تاني حبيبتي حوريه اللي ديما مدعمتني وربي يخليها. هاجر دي زيت هاجر بان تاني نقولها قالت لي ديري لي البنتي ماريا، ربي يخلي لك ماريا حبيبتي ربي يحفظها لك. والبنات بغيتكم تدعوا معايا الامينه، امينه مسكينه تاني محرومه من الذريه، ان شاء الله يعجل ربي يفتح يحل حزامك ويعمر حجرك ان شاء الله بالذريه صالحه، والله يفرج على اي وحده محرومه. ويوير صاحبتي الناس العامريه نقولكم ربي يخليكم ويويره، وتحياتي الناس العامريه كاع كاع كاع. ونجاة تاع مستغانيم نقولها ربي يخليك حبيبتي كيما راكم دعمتني، وكل ما نحط فيديو نقرا لي كومونتير تاعك وربي يخليكم. هكا البنات كل خطره نبقى ندي 5 6 تاع ديديكاس، واللي بغات تخلي لي تكتب لي في لي كومونتير اني نديهم. فوالا البنات وهنا كيما راكم تشوفوا يعني قلت لكم الرولي حبه تاع المقود باش تجيني بومبي، وندير هذا الديكور كيما راكم تشوفوا. شوفوا الحبه كي تجي شابه البنات، تجي ما شاء الله كلاس شابه بزاف، خير من هذاك الطوابع اللي راهم ضربوك بكري كنا نديرو تاع الطابع. وهنا كيما قلت لكم الحبه شغل رولوها باش تجينا بومبي البنات، ما تجيناش كاري كيما تاع بكري. فوالا وهنا كل واحد والذوق تاعه، كل واحد والشكل تاعه. وشوفوا هنا البنات كي خرج لي البلا تاعي الحبه على اختها، الحبه متساويه يعني ما كانش حبه كبيره وحبه صغيره، صح تخرج حبه كبيره وحبه صغيره بصح ماشي كاع اللي بينو. وهنا كيما راكم تشوفوا البنات شوفوا كيما كيفاش درت الهادي تاني، يعني اشكال وانواع. والله يعطيني الصحه البنات والله يعطيني الصحه. وكيما تشوفوا هنا كمل معاكم غير كيما هكا، واقيلا هبلتكم بالهضره شيات بس نبغي نشرح لكم من قلبي ونبغي نعطيكم حاجه من قلبي، بس على بالكم بلي البنات كي نحكم الكاميرا ونقعد كاميري ولا نقعد ندير في المونتاج شغل راكم معايا هكاكم في صاله مقابليني وانا راني نهضر معاكم. واشيريت صاي هبلت واقيلا. شوفوا البنات كملت السني تاعي، هنايا وجدت العسل كيما راكم تشوفوا. هنا العسل البنات غادي ندير عليه زوج مغارف، كنت زوج مغارف كبار ولا جبوشونات كبار تاع ماء الزهر، ونخلط مليح وندخله للميكرووند البنات غير 30 سكوند ولا ونخليه. هنا البنات شوفوا درت الطاوه ما درتش الفريتاز تاعي تاع اللي نقلي بها، على خاطرش ما عنديش كميه كبيره ما بغيتش نخسر تاني الزيت، قلت ندير غير في طاوه كيما هكا ونحط. هنا الاولى البنات كنت مزيده الغاز، من بعد كي بديت نحط في المقرود نقصت له كاع باش ما يطيبليش غير من الفوق يقعد لي خضر من الداخل، نقصت له كاع. وقبل ما نحط المقرود تاعي درت غير حبه صغيره نشوف، غير بوريطه صغيره تاع عجين نشوف لي تفتت ساعه ما تفتتليش. وهنا شتو راني ربطت معاكم حبه تاع المقرود ما تفتت، ما راهي تفتت ما والو. شوفوا البنات يعني ما راهي تفتت لي ما والو، راني معاكم نوري فيكم. شوفوا البنات هنا قلحته، شوفوا البنات كي جا واحد اللون ما تخلوش حتى يولي ماغو بزاف باسكو غادي كي نعسلوه ثاني يزيد البنات يحمر. شوفوا البنات هنا راني غير بشويه مي غير راه فيتاس راه هات بالكم بلي زعما راني نحفس عليه. لا وهنا ثاني نعاود نجي ندير هنا البنات هذا 3 كيسان درت تقريبا 40 حبه تاع 40 حبه تاع مقرود يعني يقطع ما شاء الله. والله البنات ماشي بزاف قعدت معاه ما با جوج سوايع ونص ولا كملت مع المقرود تاعي، ماشي غايه البنات تقلي العزج على روحك. وهنا كيما راك تشوفوا يعني خليته يتشرب، كي حسيت الطاوه الزاوجه بدات تطيب لي اقلحته البنات. وشوفوا اللون تاعه من بعد ما عسلته يجي لون شباب. هنا شوفوا ثاني اللون البنات تاعه ما بغيتش نخليه نزيد اكثر من هاك باش كي نحطه ما يجينيش شغل محروق، لا غير هكا ونغطسه. وكما قلت لكم البنات كي تبغوا تشدوا الحبه ما تشدوهاش مرشيم، شدوها وين كاين العقده باش ما تخسرلكمش حبه لا فون تاع المقرود. فوالا هذه هي طريقه سهله. وكما قلت لكم البنات اللي عايشين في فرنسا وبغاو الطلبيه تاع المقرود تكون نخلي لكم رقم التليفون تاعي تحت، اللي بغات مرحبا بها ندير لها للعيد ولا رمضان ولا اي حاجه. انا كما قلت لكم حاجه تاع حلال ما نحشمش بها، وخدمه تاع الكاطو راها خدمه وراها شريفه. شوفوا هنا البنات الحبه كيفاش تتفتت غير وحدها ما شاء الله، والله العظيم البنات صدقوني يعني نتحاسب عليها يوم القيامه. المقرود هذا ناجح 100%، يعني وصفه مضمونه 100% سيختي المبتدئات اللي ما عمرها ما دارت. انا تاني البنات كنت كيف وبتاني ما كنتش نعرف ندير، بصح كنت ندير خطر الاولى خطر زوجة تنحكم الوصفه اللي تعجبني. وهذه الوصفه انا البنات كي نبارطاج معكم وصفه تعرفوا بلي يعني راني متاكده منها 100% بلي تخرج وناجحه، يعني ما نقدش نمد وصفه شوفوا البنات غير هاك اللي يتوحم معايا يروحها من الزواج.
يهضر يهضر وقول الصح، والله ما يسمحوا لك الناس يوم القيامه كنت تكذب عليهم بكل صراحه. شباب شباب شي شباب شي شباب غايقول انا ما نعرف على هندو قال الاول بس كنت يا عدويا انت تقول مليحه ولا مش مليحه باش الا مش مليحه انت حديدك دروك هنا خاو روح بالك نكمل هنقول لكم هاك طولت ما جيت وفي صراحه دافع انت كنت جاي لا دياري ضربها كليرو ديريكت مليحه مليحه والله قول الصح شوفوا البنات والله العظيم هذه الوصفه كي تكون ديروها ما غاديش تندموا يعني ما غاديش نعاود نخسر معاكم حبه وتشوفوها اون بليز نلمل هذا النقاش هذا النقاش اللي نقشته اليوم من هذا النقاش البنات يطبع بزاف المقروض تاعنا شوفوا كي جا روح قول لهم كلمه شوفي عطيتكم زوج تهرب عليا اديها وهرب المهم البنات كيما شفتوا المقروض هذا هو تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تستفدتوا منه لكم الى اللقاء البنات الى وصفات اخرى وروتينات واحد اخرين ومقالب واحد اخرين ربي يخليكم البنات باي باي